الآن مشاهدينا معنا عبر الهاتف من كربلاء المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال. سيد أحمد أهلا بك، أين وصلت متابعة الخارجية العراقية لحالة العراقيين في سوريا ضحايا التفجيرين اللذين حدثا هناك؟ يعني لا تزال خلية الأزمة وكافة كوادر سفارة جمهورية العراق في دمشق متواجدة في عدد من مستشفيات العاصمة السورية التي لا يزال حتى الآن يلقب بها العشرات من ضحايانا من جرحانا الذين سقطوا جراء هاتين العمليتين الإجراميتين. الإحصائية حتى الآن هي كما هي، لكنها أؤكد ليست إحصائية نهائية، لا تزال عند قرابة 40 شهيد و120 جريح. بعض الحالات من الجرحى هي حالات إصابة خطيرة، وبعضهم في حالات توصف بأنها حالات موت سريري. توجه وفد طبي من كافة الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة العراقية لتقديم المساعدة الطبية للمستشفيات السورية ونقل بعض الحالات الحرجة بطائرة خاصة ليتم علاجهم هنا في بغداد هنا في العراق. أيضا في ذات الوقت كانت هناك اتصالات من قبل خلية الأزمة والجهود المستنفرة التي شكلت في وزارة الخارجية بوزارة النقل لتوفير طائرة عراقية وبصورة سريعة لنقل جثامين الشهداء. عملية إحصاء أسماء الشهداء وإعداد قوائم بهم لا تزال مستمرة من قبل كوادر سفارة جمهورية العراق وبالتعاون مع السلطات السورية. هل تم نقل حتى الآن أي من الضحايا من جثثهم أو من الجرحى؟ لا، حتى الآن لم تتم عملية النقل، يعني لا تزال عملية الإحصاء وتقديم المساعدات الطبية أو الإسعافات وطب الطوارئ الخاص ببعض الجرحى. بعض الحالات طبعا هذه عملية نقلهم يقررها الأطباء والمختصون في هذا السياق، ولكن هذه الخلية أنتجت تعاونا كبيرا من قبل وزارة الصحة ووزارة النقل لتقديم أكثر ما يمكن أن نقدمه لعوائلنا المنكوبة في هذا العمل الإجرامي البشع الكبير. كيف كان دور السلطات السورية في تسهيل مهمة هذه الكوادر العراقية التي وصلت دمشق؟ يعني السلطات السورية تقدم لنا حتى الآن مساعدة جيدة وهي تنسق معنا في هذا السياق. وزارة الخارجية العراقية هذا الموضوع، وزارة الخارجية العراقية بينت في بيان خاص بهذا الموضوع أنها تنتظر من المجتمع الدولي سيدي الكريم موقفا حاسما وحازما تجاه هذه الجريمة البشعة. أؤكد أن هذه الجريمة استهدفت الزائرين العراقيين بالخصوص، كون هذه المنطقة هي منطقة زيارة للمراقب المقدسة وكان يتواجد فيها الزائرين العراقيين بالعشرات، والعبوات الناسفة والجريمة الإرهابية استهدفت تحديدا الحافلات التي تقلهم. طيب. سيد أحمد، بالنسبة للوفد العراقي الذي سيتوجه إلى زيارة المملكة العربية السعودية، ممن يتكون؟ ما هي الملفات، أهم الملفات التي سيتحدث مع الجانب السعودي حولها؟ يعني هذا الوفد هو وفد من وزارة الخارجية العراقية يترأسه الوكيل الأقدم للوزارة السيد نزار الخير الله. هذا الوفد في زيارة رسمية سيتم فيها بحث عدد من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، منها مواضيع اقتصادية، تجارية، المنافذ الحدودية، الخط الجوي، وأيضا بعض الأمور المناقشات السياسية المتعلقة ببعض الأمور الإقليمية التي تحيط في المنطقة. يعني سيد أحمد عفوا، هل سينسق هذا الوفد لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء أو أحد المسؤولين الكبار العراقيين؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الزيارة ستكون فاتحة لزيارات متبادلة عالية المستوى بين البلدين. لمسنا هناك رغبة جادة من الطرفين، من طرفنا ومن الطرف السعودي، لمحاولة فتح صفحة جديدة تضمن انضاج حقيقي للعلاقات الثنائية بين العراق والسعودية. نحن من طرفنا في العراق منفتحون في هذا المجال بما يحفظ مصالحنا وما يعزز معركتنا الحالية ضد الإرهاب. عبر الهاتف من كربلاء المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد جمال، شكرا جزيلا لك.